الجمهور اللي كيتحتجوا اليوم ما كيحتجوش على نتائج الفريق انهزام، الناس كتحتج لان كيشوفوا الافاق المستقبليه اللي غيعيشها الفريق، فهي مش مزياناش وما كاينش واحد المستقبل مشرق، لان السي حسبان نتكلم على 16 مليار، والسي حسبان نتكلم على اليوم على 7، وغدا ما عرفناش علاش غادي يتكلم. وكذلك الجمهور ديال الرجاء الرياضي كيشوف ما كايناش انتدابات، ما كاينش معسكر تدريبي. بطبيعه الحال انا فاش كنت نادي الرجاء الرياضي كانوا انتدابات في المستوى، يمكن ما كانوش نتائج، ولكن كان المكتب المسير كيقدم اللي عليه، كان كيكون انتداب لاعبين يكونوا مزيانين ما يكونوش مزيانين، ولكن كانوا كلاعبين اللي كانوا في المارشي كانوا كيكونوا مزيانين. كان معسكرات تدريبيه في تركيا في اسبانيا في 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 اكسيتيرا، كانوا مقابلات وديه، كنا كننقلوا مقابلات وديه على برا، كانت العمل وكان الشغل الشاغل ديالنا كمكتب مسير على اننا نحطوا الصوره ديال الفريق في واحد المستوى كبير. اليوم السي سعيد حسبان ما يخدش هذيك الصوره، المساله ديال الجمهور والجماهير هو يتحمل المسؤوليه ديالو في الكلام اللي تيقول. أنا ديال إضراب اللاعبين فهي أنا ما عارفش اللاعبين أش دايرين إضراب بعدا. أنا نقول لك أنا واش على المستحقات المالية واش على أشياء أخرى، أنا ما عنديش على علم، متفقين؟ اليوم كاينة واحد المسألة، اللاعبين عندهم ما جاوش للتدريب، خاص المكتب المسير يتحمل المسؤولية ديالو ويفتح النقاش مع اللاعبين ويفتح النقاش. حيت أنا لما توليت رئاسة ديال نادي الرجاء الرياضي في 2012 اول اجتماع درت ما درتوش مع المؤطرين، ولا مشيت درت لقاء مع رئيس الجامعه، ولا مشيت درت لقاء مع وزير الشباب والرياضه. اول لقاء درته مع اللاعبين كما تيقولوا لي بيلي ديال الفريق، وجبتهم وكان عندي مع اول اجتماع درت نادي الرجاء هما اللاعبين، لان احنا نادي كره القدم واول حاجه اللي غنهتم بها هما اللاعبين. وبالتالي كان عندي لقاء مع متولي، كان عندي لقاء مع امين الرباطي، مع اللاعبين اللي كانوا مع رشيد سليماني، اللاعبين اللي كنا كنشوفوا بانهم غادي يقودوا السفينه وغادي يحاولوا يساعدوني انا كرئيس باش ننجح في المهمه ديالي ونفوز باللقب ونفوز بكاس العرش. وبالتالي كان عندي واحد الاهتمام اولي باللاعبين. اليوم واش سعيد حسبان دار هاد المسائل ولا ما دارهاش ولا ما دارش هادشي، انا ما عنديش علم. كذلك انني انا من جيت في شهر 6 في لو 30 جوان كانوا مستحقات ديال اللاعبين اللي هما منح مقابلات اللي هما اديتهم، كانوا كذلك منح ديال الشطر ديال شهر 6 كذلك انا اديته، كانوا ديزاغيغي على الخدامه حتى هما اديتهم. وبالتالي انا من جيت نادي الرجاء الرياضي ما بقيتش كنتكلم على الماضي، تكلمت بديت كنشتغل وجلبت موارد ماليه اللي هي مهمه وكبيره للانتدابات، خلصنا مستحقات اللاعبين ومشينا لفريق معسكر تدريبي بتونس وبدينا مرحله جديده. من بعد عاد كنا تنتكلموا على الامور الماليه ديال نادي الرجاء الرياضي. هادشي ديال الدراري الصغار، هادشي هادشي ما نظرتش عليه. حنا في هذا الميدان ديال كره القدم اللي هو فيه بزاف الناس كيستعملوا عده اساليب، اللي قاد بالمسؤوليه قاد بالمسؤوليه، اللي ما قادش بالمسؤوليه يمشي بحاله. بدي يلصق هذا، لا قال لي لا، ما قلتيش لي لا، حرد لي لا، هذه اللغه ماشي هذه اللغه، كنت من لغه الخشب. اي واحد تحمل المسؤوليه خصو يتحمل المسؤوليه ديال، اما يبقى يلوح الفشل ديالو على ناس اخرين فهذه مساله ما كنظنش بان لا غتساعده هو ولا غتساعد نادي الرجاء الرياضي.